تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. العهر والفجر التحكيمي ضد النادي الاهلي. مش معنى ان انا ما حلفليش الحظ او التوفيق ان انا احصد الثلاث نقط يبقى حضرتك تظلمني. ومش معنى ان انا اتكلم على التحكيم يبقى انا بحط شماعه للتحكيم، لا، انا ليا حق اخده. انا عليا حق خده. جماهير نادي الزمالك واعلامي نادي الاسماعيلي ومدرب العام وحمد مش عارف مين وكله طالع بيتشدق ان الاسماعيلي له ضربه جزاء، وعلى العكس تماما. طبعا الاسماعيلي كان في فاول لديانج وكلنا شفنا الحلقه وعارفينها واتكلمنا فيها. ولكن اللي محدش اتكلم فيه كتير امبارح، لا احمد جمالات ولا خالد فطوطه ولا الاعلام الزملكاوي المرتزق ولا الجماهير المرتزقة، ان في ضربة جزاء صحيحة 100% لديانج لأجاييه. سمير عثمان اكد ان في ضربة جزاء 100%، وفي صورة واضحة وضوح الشمس. السود التحليلي ما جابهاش، احنا جبناها ونزلناها على صفحتنا امبارح، صفحة الاهلوية 1907، صفحتنا على الفيسبوك. زي ما قلت، مش معنى ان حضرتك غير موفق يبقى اندبح تحكيميا، لا اسف. زي ما حضرتك بتاخد حقك اديني حقي. حكم الفار اشد بيه في لعبه ديانج، ولكن كان نايم على نفسه في لعبه اجاييه، اللي مدافع نادي الاسماعيلي دخل بكل عنف في رجله بتهور واهمال. كان يستحق عليها الكارت. الكارت الاحمر، الكارت الاصفر، مش هنختلف، ولكن في ضربه جزاء 100% لم تحتسب للنادي الاهلي. هل الحكم خاف يحصل ضربه جزاء؟ طيب، انا مش هتكلم كتير، ومش هرد كتير، ومش هرغي كتير. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف احمد الشناوي وسمير عثمان المحللين في قنوات اون تايم سبورت قالوا ايه عن اللعبه دي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس زي ما احنا متفقين يا اهلاوي يا جميل، دعمك لينا باللايك مهم جدا جدا عشان الفيديو بتاعنا يوصل لاهلاوي تاني. لما اليوتيوب بيلاقي الفيديو بتاعنا عليه لايكات كتير بيعرف ان الفيديو بتاعنا محتوى مهم بيوصله، انما لما بيلاقيش عليه اي لايكات بيعتبر ان المحتوى بتاعنا محتوى غير مهم وغير يعني فعال، فبيركنه على جنب ويحطه على الرف وما بيظهروش لاي حد. فاللايك بتاعك مهم، الشير بتاعك مهم، انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات مهم. هنطلع ونسمع ونشوف خبرائنا التحكيميين قالوا ايه في اللعبه دي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. اوعى تروح في اي مكان، ويلا بينا. كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. راي حضرتك النهارده في المباراه تحكيميا، وهل كان في بعض اللقطات حضرتك شفتها او عليها جدل؟ بص يا كابتن سيف، هي طبعا هي الكره الجدل مصر كلها بتتكلم فيها دلوقتي، هل الكره بتاعت اجاييه دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ زي ما احنا لو هنشوف على الشاشه دلوقتي، هي الكره دي يا كابتن، يعني انا هقول لك رايي فيها. الكره دي بسيطه جدا، بسيطه جدا، بس المشكله عندنا التصوير يا كابتن سيف مش موازي مع قوه الدوري المصري بتاعنا. الكره دي لو عندنا زاويه ورا الجول كانت حدث لنا كتير، صح. انما بنتكلم تحكيميا رقم واحد، كان لازم حكم الفار كان يصدر حكم المباراه في الكره دي، ده رقم واحد. يعني كره زي دي بجميع الاشكال ما كانش ينفع ما ينادوش فيها، تمام. اعذره في حاجه واحده بس عشان التصوير يا كابتن، دي رقم واحد. طيب رقم اثنين، هنقول حاجتين. لو في خطا حدث قبل الكوره ما تبقى خارج ارض الملعب تبقى توجد ركله جزاء. عيد تاني بالعربي، لو في خطا قبل الكوره ما تخرج ارض الملعب يبقى في ركله جزاء. لو الكوره خرجت بره الملعب وفي خطا يبقى خلاص لا يوجد في احتكاك، يعني يبقى لا يوجد. يعني حضرتك شايف ايه؟ انا شايف الكوره دي في ركله جزاء، لان في خطا تم قبل الكوره ما تخرج ارض الملعب. بناء على التصوير اللي جاي، في تصوير واحد بس اللي جاي ده يا كابتن سيف، اللي هي الزاويه اللي ورا مساعد الحكم فقط. طيب كده اتمنى، بس ثانيه واحده قبل ما اقفل يا كابتن سيف، اتمنى من الساده المخرجين والمصورين يعني يبقى يعني يحطوا كاميرات في اماكن واضحه،
كاميرا كابتن سيفورا الجول حلت المشكله. تمام. اذا الكره دي من وجهه نظر حضرتك ضرب الجزاء، ركله جزاء في احتكاك تم قبل الكره ما تطلع بره ارض الملعب، وحكم الفيديو كان لازم ينادي حكم المباراه يبصوا مع بعض على الاثنين. هل الصوره يا كابتن اللي عند حكم الفيديو هي الصوره اللي قدامنا دي، ولا عنده كادرات مختلفه؟ المفروض عنده كادرات اكتر مننا. عشان كده بقول لك كان لازم يناديه يقعدوا بقى يشوفوا القصه. وخلي بالك الاتحاد الدولي كمان مش محدد لك وقت، قال لك بعد 20 ثانيه خد قرارك، لا اقعد دقيقه دقيقتين ثلاثه بس توصل للعداله. اللي انا شايفها في كوره زي دي بالتصوير المتاح ده، لا في خطا قبل الكوره ما تطلع ارض الملعب بكامل هيئتها. تمام. اذا الكوره دي من وجهه نظر كابتن سمير عثمان ضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي. هل في العاب ثانيه يا كابتن؟ لا، في كرة تانية اللي تم احتسابها لركلة الجزاء لصالح نادي الاسماعيلي، بس اما نرجع للاي بي بي اللي هي يعني لحظه بناء الهجمه لقى في فاول، فالراجل يلغي ركله الجزاء، ولو كان هدف برده كان لغاه لو في خطا تم حدث. وده اللي عمله النهارده حكم الفار مع حكم المباراه، وده التطبيق الامثل لتطبيق الفار. تمام. خلاف ذلك طبعا ماتش صعب، والله يكون فول طاقم الحكام، ولازم يا جماعه نساعد الحكام الفار بصوره واضحه. الناس بيحاسبونا على فار، وانت ما عندكش البنزين اللي ركبك العربيه عشان توصل. بعد كده عايز اقول ان في لعبه يعني هتشوفوها دلوقتي، وهي هذه اللعبه انا جايبها يعني هنقف بس ثانيه واحده. اجايه نجح في لعب الكوره. نعم. والنهارده داخل المدافع مع الحارس معاه. نعم. كونه نجح في لعب الكره وما دخلتش المرمى، في هناك مخالفه تمت من الحارس والمدافع ولا لا؟ بس الكره طلعت. ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. نعم. انا جايبه في الحاله اللي بعد كده. نعم. مش معنى ان الكره طلعت معناه انه ما يتعاقبوش، لكن لا، المخالفه تمت، الكره كانت خرجت ولسه في الملعب. نشوفها. بص ناري من اللي ورا يعني. من اللي ورا من اللي ورا من اللي جاي الاعاده اللي جاي اهي. كده الكره لسه في الملعب، مخالفه تبدا ولا تمتش؟ لا انت اللي تقول في مخالفه يعني اصلا ولا مفيش مخالفه؟ هو يعني اللعيب ده اللي نط وطار كده الرجلين والحاجات دي، هل هو لعب الكره باريحيه؟ لا طبعا في ما لعبش كوره باريحيه. نعم. اذا النهارده بس هو ما لعبهاش باريحيه يا كابتن عشان هم قافلين عليه صح؟ لا هم داخلين عليه. عايز تقول ايه يا كابتن؟ طيب لو هو لعب الكره باريحيه رجليه يعني انت حضرتك عايز تقول ايه؟ لا انا عايز اقول لا هو لعبها باريحيه يا كابتن. يعني اريحيه طب ما جابهاش جون ليه؟ لا عشان هم قافلين عليه، هم قافلين الزاويه عليه كويس. هو السؤال هنا يا كابتن احمد، في عرقله ولا مفيش؟ بس لا مفيش عرقله. بس انت حضرتك شايف مفيش عرقله يعني ايا كان. انا لا بس انا عشان اكون انا شايف انا شايف هنا قد لا ما انا عايز اقول بس حاجه. انا بقول ان الناس عشان الكلام كتير في اللعبه دي عشان احنا ما عندناش حقوق ان احنا نجيب اللعبه متحركه، ولكن انا جبت لك اللي القناه بتاعت اون تايم ما جابتوش. جبت لك الصوره لحظة لعب الكورة ومدافع الاسماعيلي في رجل اجايه وطيره من الملعب خالص. المفروض حكم الفار يجيبها يراجع. ما بيبقوا في ثلاث اربع حكام، حكم بيتفرج على الماتش ككل، وحكم من زوايا اخرى، وحكم تاني بيراجع كل لعبه فيها شك. كل لعبه فيها شك قاعد منتبه ومركز، الكره دي فيها فاول، الكره دي فيها لمسه يد، ارجع هنا ارجع هنا، وبياخدوا ثلاث اربع دقائق من وقت المباراة. سمعنا سمير عثمان قال ايه؟ اكد 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 ان في ضربة جزاء. انا نشف عشان اقول حطوا كاميرات ورا المرميين، ما بتعملوهاش غير في ماتش الاهلي والزمالك بس. طب وباقي المباريات ايه يا كابتن؟ ما بتحطش ليه؟ ما بتحطليش ليه ورا المرميين هنا كاميرا وهنا كاميرا؟ ما انت الفار هو اللي بديل للحكم الخامس، مش انت كنت بتحط لي حكم خامس ورا المرمى ملوش اي 900 لازمه؟ مش كنت بتحطه؟ انت هتحط بدل الحكم الخامس ده كاميرا هنا وكاميرا هنا. ده اللي احنا بنقول فيه، مش كل المباريات كان بيبقى فيها خمس حكام والحكم الخامس حط لي بدل الحكم الخامس ده العنزه الخيال المقاتل، حط لي كاميرا وحط لي هنا كاميرا
عشان اللعبه دي تتجاب بالكاميرات اللي زي كده يا فندم. حط لي يعني في الدوري كل دوريات المحترمه المحترمه العربيه مش الاجنبيه بيبقى عارفين الطياره دي اللي بتصور الافراح وبتصور الطيارات دي اللي بتحط فيها كاميرا وبتصور المؤتمر. يبقى اعمل لنا كده يا سيدي، حط لنا كاميرا في طياره يا سيدي تصور. ما انت عملتها مع الامارات قبل كده، عملتها لما رحنا لعبنا في الامارات، ما كانت في كاميرا طايره وبتجيب اللعيبه وبتجيب الحالات وبتاع. ما تخلي الكلام ده، حط لي كاميرا في الزاويه العكسيه. حطت لي ليه كاميرا في نفس الزاويه بتاعت المشاهد؟ حط لي كاميرا في الزاويه العكسيه تجيب لي الحاجه اللي انا مش شايفها. هستفاد ايه انا لما اتفرج على حاجه اصلا متذاعه في التلفزيون؟ لا، انا عايز اشوف اللي مش متذاع. هل عدم وجود كاميرات ده مقصود عشان ما يبينش الحالات التحكيميه الفاجه اللي ضد النادي الاهلي؟ ما تفهموني يا حبيبي، زود لي كاميرات، حط لي 5 6 7 كاميرات زياده، هيفرقوا معاك في كام؟ في فلوس قد ايه؟ ما تفهمنا يا اتحاد الكوره. النادي الاهلي بيتدمح تحكيميا، ويطلع السفهاء ويطلع المرتزقه يتكلموا لك في ضربه جزاء اساسها في فاول، يقول لك علي معلول اصلا ما رحناش للعبه دي، ما رحناش ليها، لان اصل اللعبه الكوره ما طلعتش بالملعب ولا اتقطعت من لعيب النادي الاهلي، فما بني على باطل فهو باطل، ولكن ضربه الجزاء الصحيحه 1000000% لما اتحسبتش. على فكره هيجي اهلاوي رجوله وجدعنه وابن بلد وعقل واعي وكبير وراضي، هقول لي يا عم انت جاي تدور على ضربه جزاء، احنا لعبنا احنا ضيعنا. يا فندم يا فندم، انا ما بتكلمش على ان احنا لعبنا او فزنا او خسرنا، حتى لو كنا خسرنا. على فكره يوم ماتش النادي الاهلي لما فاز على سيراميكا كليوباترا 4-0، انا طلعت اتكلمت على التحكيم وجبت الحالات وجبت الهدفين الصحيحين للنادي الاهلي اللي ما اتحسبوش، منهم لمسه يد مش لمسه يد على قفشه، ومنهم تسلل اللعب وقت لعب الكوره كان اللعيبه دي متغطيه. فيا فندم حتى واحنا فايزين، انا بتكلم على الحالات التحكيميه اللي بتظلمنا، عيب ان انت تترك حقك حتى في الملعب. ده انت بتعتب يا اهلاوي اللي انت جاي تعتب عليا، انت بتعتب على لعيب النادي الاهلي انها ما تضغطش على الحكم يروح يشوف الفار، انت بتعتب عليا ان انا بتكلم على التحكيم؟ اللاعب نفسه لازم يروح ويعترض ويقول الفار وبتاع، ده اللعيبه ما بتبقاش فيها اي حاجه واللاعب يروح يعترض. انت ايه المشكله لما تروح تعترض وتقول ما ينفعش الكره دي تعدي؟ روح شوف الفار، لو ليك حق فيها تاخدها، لو مالكش فيها حق خلاص ما خسرتش حاجه. ليه جاي ما قالش يعترض على الحكم؟ ليه لعيب النادي الاهلي ما اعترضتش على الحكم؟ قول له روح شوفها في الفار، اذا كان بتاع الفار نايم انت صحصحه، اذا كان حكم الساحه نايم انت صحصحه، مش عيب ان انت تطالب بحقك. المصيبه والكارثه ان انت تتغافل عن حقك ويكون بهوات عديم الضمير يقول لك النادي الاهلي بيفوز بالتحكيم، والنادي الاهلي اصلا بيرضع بالتحكيم. الواحد اعصابه مش مستاهله، واحنا خارج المنظومه ما بناخدش فلوس، ده اكل عيش ناس من اول عامل غرفه الملابس لغايه رئيس النادي، ده اكل عيش، ده يعني بيزنس كبير كره القدم، ورعاه وشركات، كل الناس دي بتتاثر لما فريق بيظلم وفريق ما ياخدش الدوري. حرام حرام فريق زي النادي الاهلي يذبح تحكيميا. الكره دي لو كانت لنادي الزمالك كانت اتسابت، كان احمد جمالات ولا خالد فطوطه سابوها، دخلوا قعدوا يحكوا فيها 10 سنين اذا كانوا بيتكلموا بتاع على جون حسن شحاته ليه من 20 سنه ولا 30 سنه. كانت كره زي كده هتتساب، زي الحركه بتاعت ازارو لما كنا بنلعب امام طارق الجيش تقريبا او الانتاج، وراح جد الواد من تحت والحكم الخامس عمل عبيط مش من هنا. يا اهل الخير، احنا بنطالب بحقنا فقط، مش عايزين اكتر من حقنا. علينا فاول احسبه، لينا ضرب الجزاء احسبها، علينا طرد نطرد، لينا طرد يطرد. ما تبقاش سمك لبن تمرمني. فين الاعلام الزمالكاوي؟ فين رضا عبد العال؟ فين الهجاصين؟ فين هزاز الرؤوس يقولوا ان النادي الاهلي له ضرب جزاء صحيحه؟ فين؟ انا جبت لكم الصوره ثابته في اون تايم، الصوره مش واضحه، بس احنا بنعرف نجيب الصوره الواضحه، بنعرف نجيب جودة المباراة على أعلى مستوى، ونوقف الكادر عند اللقطة اللي فيها المخالفة يا ريت يكون الفيديو بتاعنا نال إعجابكم. ما تنسوش تعملوا لنا شيرات كتير يا أهلاوية، الشير بتاعك على أكاونتك مش مشكلة،
هيكبرنا، هنكبر بيكم وليكم، هنكبر علشان انتوا واقفين في ظهرنا. مفيش حد بينجح من غير جمهور، انتوا جمهورنا، انتوا داعمين لينا. ما تستخسرش ان انت تدعم اخوك الاهلاوي، لان الاهلاوي محتاج ليك، وانت كمان محتاج ان صوتنا يوصل للكل. الدعم بتاعك بلايك مهم جدا، الشير مهم جدا، انك تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه مهم جدا، ان انت تفعل الجرس وتختار كل الاشعارات مهم جدا. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.